أنا ملحق بمؤسسة تبع وزارة الثقافة منذ سنة بالضبط. اللي هي مؤسسة منذ سنة. أي. كنت قبل إلحاقي كاهية مدير في الإذاعة التونسية. هجيت منها. هجيت. شكون هججني منها؟ الناس الرهط نتاع الرهط هو المجموعة. أي. اللي أقل من 10. أي. 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 الرهط هذم اللي لا يخدم ولا يخليه شكون يخدم. الفونكسيون خسرتها. مشيت ملحق تابع يعني مؤسسة وزارة الثقافة ما عندي حتى امتياز غير شهريتي. شفاش مقلقهم محمد بوغلاب؟ قسما بالله تمر بيا اوقات تقول النوع نتاع الناس هذو ده فيش قاعدة تعمل. تعرفش علاش مقلقهم؟ لاني انظف منهم واشفع منهم وارجل منهم.